طقس يوم عرفات وأول أيام العيد وإلى التفاصيل. بداية، طقس شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة يوم الغد ودرجات حرارة أربعينية، رياح نشطة مغبرة على أجزاء من الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بما فيها العاصمة. طقس شديد الحرارة متوقع في مكة المكرمة وعرفات مع درجات حرارة تتراوح ما بين 46 إلى 27 درجة مئوية ونشاط للرياح في ساعات النهار. وبناء على ذلك ننبه حجاج بيت الله الحرام من تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا استخدام المظلات عند المشي تحت أشعة الشمس وتبريد الجسم بشكل متكرر. أما في أول أيام العيد إن شاء الله يستمر الطقس ليكون شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة بما فيها الرياض والمشاعر المقدسة. على النقيض من ذلك تكون الأجواء معتدلة في مصايف المملكة جنوبا، مما يجعل الأجواء مناسبة لقضاء إجازة العيد في تلك المناطق، ويستمر نشاط الرياح السطحية على الشرقية وشرق الرياض مع أتربة مثارة. وأخيرا تنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها جدة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.